بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما زال كلامنا في البلاء المبين والفرصة السانحة. تكلمنا في المحاضرة السابقة في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى كان في أن الخطاب إنما يوجه للمؤمنين بالآخرة، وأن الدنيا إنما هي مقدمة لهذه الآخرة، بحيث أنه عملية النقض والمنع التي ترد ممن لا يؤمن بهذا الحديث المفروض يصبح نقضا أو منعا غير منهجي وليس بعلمي، لأن المنع العلمي أو النقض العلمي إنما يتطلب فيه أن يكون هناك اشتراك في المقدمات بين الشخصين المتعارضين. النقطة الثانية التي تكلمنا فيها أنه بما أن الخطاب موجه لمن يؤمن بأن الدنيا إنما هي مقدمة للآخرة، فالسؤال أنه ما هي الدنيا؟ ووصلنا إلى هذه النتيجة أن الدنيا دار بلاء واختبار. ومن ثم النقطة الثالثة أن الاختبار الذي نتكلم عنه والبلاء الذي نتكلم عنه إنما هو أو يذكر في تقسيمه أنه يقسم إلى ابتلاء شخصي وابتلاء نوعي، أو ما يعبر عنه بالابتلاء المجموعي، والمجموعات تختلف يعني حجماً، باعتبار ممكن أن يبتلى شخصين أو ثلاثة أو أكثر، وربما يبتلى مثلاً قرية كاملة، عشيرة كاملة، ربما تبتلى مدينة، دولة، إلى أن نصل إلى الابتلاء العام الذي يصل إلى أن الأرض كلها تبتلى أو كل من يسكن في هذه الأرض يبتلى ابتلاء واحد. هذا الابتلاء العام في بعض الآيات عبر عنه بالبلاء المبين، وعلى هذا الأساس صار عنوان هذه الحلقات بالبلاء المبين، وأنه كيف يمكن أن ينظر له بهذه النظرة الإيجابية، وأنه يمكن كيف يمكن أن يستفاد منه باعتبار أنه فرصة سانحة للمؤمنين. كلامنا في هذا اليوم سينطلق من هذه النقطة، أنه بما أن المسألة مسألة ابتلاء، وأن هذا الابتلاء هو سنة إلهية لا تنقض، فالابتلاء معادلته مكونة من ثلاثة أركان: المبتلي والابتلاء والمبتلى. المبتلي الذي نتحدث عنه في هذه الدائرة الله عز وجل، هو من يبتلي الناس باعتبار أنه هو خالق الخلق، هو خلق هذه الدنيا، وبالمنظور القرآني وفي روايات أهل البيت عليهم السلام يكشف الحال أن هذه الدنيا إنما أعدت داراً للعمل، داراً للتكليف، داراً للابتلاء. فالله عز وجل إنما خلق هذه الدنيا لكي يبتلي بها الناس، وبابتلائهم إنما يكون عملهم الذي يقومون به في هذه الدنيا هو عبارة عن بناء لما سيأتي في الآخرة. بمعنى في اللحظة التي يقوم الإنسان بعمل ما في هذه الدنيا، فإنه في نفس اللحظة يكون قد بنى الآخرة. ففي نهاية المطاف عندما يغادر هذه الدنيا إنما يغادر لدار عامرة أو لدار بلقع وخراب، هذا كله يعتمد على ما في هذه الدنيا من أمر. الله عز وجل الذي يبتلي من صفاته العظيمة، مع أنه الابتلاء الآن ينصرف الذهن فيه إلى الأمور يعني التي فيها غم وفيها حزن وفيها مشقة، إلا أن الله عز وجل في أوصافه في المنظور القرآني كذلك يشير إلى هذه القضية، أن الله عز وجل أول الأمور أنه كتب على نفسه الرحمة. هذه الآيات وغيرها من الآيات تشير على أن هذا هو العنوان العام، إن الله عز وجل هو ذو الرحمة، وكل الابتلاءات التي يبتلي بها الناس إنما هي داخلة في هذه الدائرة، لا تخرج من هذه الدائرة، باعتبار أن رحمته وسعت كل شيء. هذا أول المنظار الإيجابي الذي يمكن أن ننظر به، أن الله عز وجل للجميع
باعتبار أنه هو الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة وبمقاديرها الصحيحة. كل ما يصدر من ابتلاءات في هذه الدنيا سواء كان على المستوى الشخصي أو كان على المستوى العام إنما هي داخلة في دائرة الرحمة ولا يمكن أن تخرج من هذه الدائرة. الله عز وجل عندما يعني واحدة من موارد رحمته أنه عندما يخبر بأنه سيبتلي الناس بجملة من الأمور إنما يخبرهم بهذا الأمر، هذا أيضا من يعني من باب رحمته. الإمام الرضا عليه السلام يشير إلى هذا الموضوع بالذات أنه كيف أن الله عز وجل يخبر الناس لتبلون مثلا في الأموال في الأبدان في أولادكم في كثير من أموركم، أنه ما هو السر في هذا الإخبار؟ الإمام عليه السلام يقول إنه إنما أخبرهم بهذه المصائب قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال ويستعدوا للقائها حتى لا يرهقهم نزولها، حتى لا يرهقهم نزولها بغتة. هذا النزول للبلاء بغتة المفروض أنه مرهق للإنسان، يفاجئ الإنسان، بمعنى هذا خب سينتفع منه إن شاء الله في المحاضرات القادمة، أنه على الإنسان إذا أخبر بأنه سيبتلى أنه ما الذي عليه أن يقوم به قبل أن يبتلى، هذا إن شاء الله سنمر عليه. الأمر الآخر الذي نتحدث فيه إن شاء الله أنه ما هو يعني ما هو الوجه في هذا الابتلاء، باعتبار أن هذا الابتلاء فعل من أفعاله صلى الله عز وجل، وفعله هل يبرر بغاية ما؟ ما هو الغاية من هذا الابتلاء؟ ما هي مراتب هذا الابتلاء؟ هل يمكن أن يبتلي ابتلاء عاما للمؤمنين في جميع مراتب الابتلاء أو أنه يختصهم ببعض المراتب؟ هذه إن شاء الله كلها أمور سنمر عليها. هذا خلاصة الكلام في المبتلي. النقطة الثانية أو الطرف الثاني في المعادلة، في معادلة الابتلاء، هو نفس الابتلاء كمعنى من المعاني. ما هو الابتلاء؟ الابتلاء لغة، والابتلاء بحسب المنظور القرآني يمكن أن يشار له. الابتلاء لغة، أهل اللغة يعبرون بهذا التعبير، يقولون الابتلاء إنما هو المحنة التي تنزل بالمرء ليختبر بها. والبعض يعبر بأن البلاء هو الغم والحزن، والبعض الآخر يعبرون بهذا التعبير يقولون البلاء هو الجهد الشديد في الأمر. فهنا سنقتنص بعض المفردات الموجودة في هذه التعريفات. أول المفردات من حيث الاختبار، أن هذا الأمر الذي يقع إنما هو اختبار وابتلاء. الله عز وجل يعبر عنه بأنه مبتلي، ويقتنص من هذه الفكرة بأنه الله عز وجل كما أنه مبتلي بمعنى أنه يبالي بعبيده، ومبالاة الله عز وجل بعبيده تكشف عن مزيد اهتمام بهم. ففي الجهة الأخرى إذا كان الله عز وجل يبالي بعبيده فيبتليهم، فيأتي الكلام من تلك الجهة أن العبد يا ترى هل أنه يبالي بابتلاء الله عز وجل؟ يبالي من جهة أي شيء؟ أن الله عز وجل يبالي بمعنى يختبر، والعبد يبالي بمعنى أنه يبذل الجهد الشديد أو يتحمل ما يرد عليه من ضغوطات من تكاليف من مشقة. فيعبر يعني من هذه التعاريف أنه تقتنص فكرة الاختبار وينظر بها إلى الله عز وجل من جهة أنه يبالي بعبيده بمعنى أنه يختبرهم فهو يبالي بهم، ومن جهة العبيد أنهم مبتلون بهذه الابتلاءات بمعنى أنهم يبالون بهذه الأمور. كيف يبالون بهذه الأمور؟ معنى مبالاتهم أنهم يبذلون الجهود لأداء هذه الأمور التي أمرهم الله عز وجل بالقيام بها أو لتحمل ما أوقعه عليهم. فيعبر عن هذا العبد بأنه يبلي بلاء حسنا بمعنى يبذل ما في وسعه وما في طاقته. فعليه هذه النقطة تمر علينا يعني بشيء واضح. تبقى نقطة واحدة أنه التعريف الذي ذكر البلاء بأنه الغم والحزن، لا، من جهة الله عز وجل، الله عز وجل
الابتلاء الذي يبتلي به الناس، هذه من جهة المنظور القرآني، إنما يبتليهم ونبلوكم بالشر وبالخير فتنة فلا تنحصر الابتلاءات بالغم والحزن. تكملة الحديث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.